إذن إلى أحمد عزام محلل الأول لأسواق المال في مجموعة إيكويتي، أهلا وسهلا بك معنا سيد أحمد. ويعني دعنا نقف عند سقف الدين أيضا مرة أخرى، يعني هذه المعضلة التي تؤرق العالم حتى هذه اللحظات، وإن كان كثير من الإرهاصات تقول أنهم في النهاية سيتوصلون إلى اتفاق، ولكن حتى ذلك الحين ما هي التأثيرات؟ صباح الخير الطيب أبو سالي. نعم، بالنظر إلى أزمة سقف الدين تاريخيا كانت تصل إلى حل حتى لو كانت صفقة اللحظات الأخيرة. بالنظر حاليا إلى الأزمة الحالية، على ما أعتقد الطيب بأن الأزمة هي ليست أزمة مبدأ بل هي أزمة شروط. الشروط لوصول إلى حدود للإنفاق هي الاختلاف حاليا بين الكونغرس وجو بايدن، بين الحزبين إن صح التعبير. فعلى ما أعتقد الطيب بالنظر إلى التاريخ، 78 مرة منذ عام 1960 كانت تصل أزمة سقف الدين إلى الحل بالنهاية، فعلى ما أعتقد بأن الحل قد يكون حل في اللحظات الأخيرة، مع أنه مكارثي في الفترة الأخيرة بدأت تصريحاته تظهر إلى العلن بأن إمكانية الوصول إلى الحل واجبة. بنظر أيضا الطيب إلى إمكانية النقاش واستمرارية النقاش، فعلى ما أعتقد وجود النقاش بحد ذاته هي خلينا نحكي خطوات طيبة لإمكانية الوصول إلى حل في النهاية. الحل في اللحظات الأخيرة على ما أعتقد هو الحل الأمثل على ما أعتقد الطيب بالنسبة لأزمة سقف الدين الأمريكية. نعم أحمد، يعني الأبرز الذي نتابعه اليوم هي بيانات التضخم من الاقتصاد البريطاني والتي سجلت مستويات أدنى من 10% خلال هذا الشهر، وبالتالي لاحظنا بأن هذه الأرقام تأتي هي للمرة الأولى منذ أغسطس من عام 2022. هل برأيك هذه الأرقام هي قابلة لأن تستمر في الهبوط خلال الفترة المقبلة، خاصة مع التراجعات؟ العامل الأساسي هي تراجعات أسعار الطاقة التي أثرت بهذه البيانات، ولكن قرار بنك إنجلترا هل سيكون مخالف من بعد هذا التباطؤ الذي شاهدناه في أسعار في بيانات التضخم؟ نعم سالي، بالنسبة لموضوع التضخم أو التباطؤ في القراءة الحالية، على ما أعتقد هو تباطؤ ناعم جدا بالنسبة للقراءة. نعم، انخفاض إلى 8.7% من 10.1 يعتبر نوعا ما جيد، لكن بالنظر إلى الكور انفليشن أو التضخم الأساسي فلا يزال تسجل ارتفاعات. 6.8% هي الأعلى في بريطانيا منذ 31 سنة، فعلى ما أعتقد ستيكي انفليشن أو التضخم الراسخ في بريطانيا هي المخاوف حاليا بالنسبة للاقتصاد البريطاني. بالنظر أيضا إلى المكونات الحالية، الغذاء سجلت ارتفاعات شهرية ب 19%، ارتفاعات جدا عالية سالي. بالنظر أيضا إلى قراءة التضخم الشهرية، سجلت ارتفاعات أو زيادة بمقدار 1.3%، هي الأعلى في تاريخ بريطانيا. فعلى ما أعتقد ستيك انفليشن أو تضخم راسخ هي قد تكون الوجهة القريبة بالنسبة للتضخم البريطاني في الفترة الحالية. رفع أسعار الفائدة بالنسبة لبريطانيا على ما أعتقد هو الحل الوحيد المتواجد حاليا، خاصة أن النمو لا يزال في منطقة التوازن 0% و0.1% بالنسبة لقراءات الناتج المحلي الإجمالي. فرفع أسعار الفائدة مهم جدا بالنسبة لبريطانيا، حتى أن الأسواق تسعر حاليا وصول التيرمينال ريت بالنسبة لبريطانيا 5.5%، يعني لا يزال لدينا 100 نقطة أساس تقريبا بالنسبة لبريطانيا. فعلى ما أعتقد القرار القادم 25 نقطة أساس قد يكون الحل بالنسبة لبنك بريطانيا على ما أعتقد سالي. نعم أحمد، يعني دعنا نعرج على الطاقة والنفط، نلحظ ارتفاعات بقرابة 1%، الحديث عن تخوف في نقص الإمداد، تراجع في المخزونات الأمريكية ربما، وتحذيرات سعودية للمضاربين، كيف تقرؤون ذلك؟ نعم طيب، على ما أعتقد البحث عن التفاؤل، البحث عن الأمور الإيجابية بالنسبة للنفط على ما أعتقد هي الوجهة المحببة حاليا للمستثمرين. أسعار متدنية بمقارنة بدء الحرب الروسية الأوكرانية بالنسبة لخام غرب تكساس تحديدا ما يقارب 70 دولار، مستويات تعتبر مستويات جيدة جدا بالنسبة للنفط. القراءات الأخيرة عودة مخزون النفط الخام بالنسبة لأمريكا لتعبئته في بداية شهر 6، الكلام أو خلينا نحكي الدفع الشفوي بالنسبة لتداولات النفط الإيجابية كانت حاضرة من وزير الطاقة السعودي. فعلى ما أعتقد وجهة جيدة بالنسبة، أو خلينا نحكي دفع إيجابي، ميل إيجابي بالنسبة لقراءات النفط في الفترة القادمة على ما أعتقد هي الوجهة، تحديدا لو جاءت أرقام الصين إيجابية في الفترة القادمة. نعم، لأنه بكل تأكيد الاستثمار والمستثمرين يعولون على قراءات إيجابية بالنسبة للصين، خاصة أنه أكبر مستورد للنفط الخام. نشكرك دائما أحمد عزام محلل أول الأسواق، أسواق المال في مجموعة إيكويتي، شكرا جزيلا لك.